من أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين لسباقات الهجن، ينطلق بحفظ من الله ورعاية شوطنا الثاني للأبكار الثنايا المهجنات الأصايل رحلة الأشواط 6 كيلومتر مقدمة الشوط، حيث من تتابعون عبر قناة ياسر الرياضية هذه الانطلاقات المقدمة والصدارة. رهف من تاتي مع الصدارة ومع المركز الأول، تعود الملكية لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي من يقدم لنا رهف مع الصدارة. المركز الثاني، ثاني المراكز، الأميرة عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي من يتابع الانطلاق ويرافق الشعار مع المركز الثاني. ثالث المراكز، شعاع سالم بن حميد بن غدير بن عفيس الشامسي من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق محتلة مع المركز الثالث. نشوف اللي في المركز الرابع، الشاهينية عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي من يقدم الشاهينية مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي غيرت في هذه اللحظات واحتلت المركز الرابع من تاتي بهذا التقدم، إيجاد عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصوري. الوصول والقدوم مشاهدين الكرام مع المركز السادس. اللي في المركز السادس، تنطلق ملامح في هذه اللحظات، تعود الملكية خليفة بن محمد بن لويع الخيلي من يقدم لنا ملامح. ومن الجانب الآخر مع المركز السابع من تاتي الراسية، راشد بن سيف بن حمد الشعالي العليلي يقدم لنا هذه الانطلاق للراسية. ثامن المراكز، اللي في المركز الثامن مطيلة، تعود الملكية مشاهدين الكرام خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. والوصول الجديد القدوم من العنود، جمهور بن محمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي من تغير من مركز إلى مركز، تحتل المركز الثامن في هذه اللحظات. عاشر المراكز القادمة الواصلة في هذه اللحظات، رذاذ سلطان بن ريو بن محمد المنصوري من يقدم بو عمر هذا الاسم. هكذا النتيجة والنداء الأول للأبكار الثنايا المهجنات الأصايل. لنا عودة إلى مقدمة الشوط، لنا عودة إلى سكان المقدمة. من تاتي مع المركز الأول، هناك رهف مع الصدارة، رهف مع المركز الأول. أحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي يعلن الحضور الرميذي في هذا الصباح مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. الأميرة من تحتل المركز الثاني، عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي تتقدم مباشرة وتحتل المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، يتقدم رعم طيلة بن لويع ويقدم هذا الاسم لملامح خليفة بن محمد بن لويع الخيلي مع المركز الثالث. رابع المراكز، الشهامة تتقدم الشهامة وأول ندى للشهامة من تأتي مباشرة وتحتل المركز الثالث. تعود الملكية لعلي بن راشد بن مصبح الظاهري يقدم هذا الاسم الظاهري ويقدم لنا الشهامة. المركز الرابع، رابع المراكز، انطلاق مباشر في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من الراسي راشد بن سيف بن هنا بن حمد الشعالي العليلي من يتقدم مع المركز الخامس. وفي هذه اللحظات تتقدم مباشرة إلى المركز الرابع. تجمعت الأسماء، تجمعت الشعارات مع انتصاف المسافة. الكل يتقدم من أجل طموح الفوز والانتصار في عاصمة الملايين ميدان الوثبة. القادمة الشاهينية، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم هذا الاسم مع المركز السادس. المركز السابع، إيجاد عامر بن مصبح بن حوير بالمنصوري يقدم هذا الاسم لإيجاد من تحتل المركز السابع. ثامن المراكز، القدوم الوصول من شودة سلطان بن علي بالخصم الكتبي أول إذاعة لشودة. بدأت تتقدم الأسماء ورذاذ في هذه الانطلاق تتقدم مباشرة ويقدمها أبو عمر سلطان بن ريو المنصوري. القدوم هناك من مطيلة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا الأسماء، هكذا النتيجة والنداء الثاني للمراكز الأولى المتقدمة. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول.
إلى الصدارة والبداية في مقدمة الشوط. رهف ما زالت هي المسيطرة مع المركز المطلوب، مع المركز الرائد في عالم هذه الرياضة، ألا وهو المركز الأول. من يقدمها؟ أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز الأميرة عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي. من يقدم؟ الأميرة أبو الأميرة مع المركز الثاني. المركز الثالث انطلاقا مباشر من الشهامة تعود الملكية علي بن راشد بن مصبح الظاهري. ولكن القادمة هناك مشاهدين الكرام شودة حذاري من شودة تتقدم مباشرة مع المركز الثالث، تعود الملكية لسلطان بن علي بالخصم الكتبي. هناك أيضا اللي هي الراسية راشد بن سيف بن حمد الشعالي العليلي يتقدم مباشرة ويقدم الراسية مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس الشهامة علي بن راشد بن مصبح الظاهري. القدوم والوصول من رذاذ تتقدم سلطان بن يريو بن محمد المنصوري يقدم لنا هذا الاسم. القادمة الشاهينية عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي. ومن الجانب الآخر العنود جمهور بن محمد بن مصلح الأحبابي. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء. أمطيلة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي القادمة الواصلة في هذه اللحظات أسرار. أحمد بن علي بن محمد بو نواس الكتبي وصلت في هذه اللحظات وأول إذاعة لها. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى شودة. شودة مع المقدمة، شودة مع الصدارة، مع المركز الأول. يقدم لنا شودة سلطان بن علي بالخصم الكتبي. الأميرة مع المركز الثاني عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي. من يقدم؟ الأميرة مع المرتبة الثانية. المركز الثالث بو عمر يتقدم ويقدم لنا رذاذ سلطان بن ريو بن محمد المنصوري القادمة الواصلة مع المركز الثالث. وين الموقع؟ طرقنا أبواب الكيلو متر الأخير. ما بعد كيلو إلا الناموس، ما بعد كيلو إلا الفوز. الوصول هناك من الشاهينية تعود الملكية لعامر بن محمد المزروعي. هكذا الأسماء، هكذا النتيجة. ولكن لنا عودة مع الأميرة، وهناك أيضا اللي هي شودة. شودة والأميرة مع مقدمة الشوط. رذاذ مع المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. ما تبقى إلا القليل ومقدمة الشوط. شودة مشاهدين الكرام والأميرة، الأميرة وشودة. صراع الأقوياء والأبطال من أجل الفوز والناموس. صدرت الأوامر. هناك الأميرة عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي، وهناك أيضا اللي هي شودة. اللحظات الحاسمة، اللحظات الأخيرة القادمة رذاذ والشاهينية عامر بن محمد المزروعي. ولكن مشاهدين الكرام ما تبقى إلا القليل. الأميرة وشودة، شودة والأميرة. الناموس إلى وين؟ الفوز إلى وين؟ أبناء السلطنة يقدمون الأميرة في اللحظات الأخيرة والشاهينية قادمة. هناك عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، ولكن الأميرة، الأميرة مشاهدين الكرام في اللحظات الأخيرة هي المسيطرة. الأميرة هي الأقرب. الأميرة إن لم تكن الشاهينية ولكن بو الأميرة. قد الأميرة، الأميرة، الأميرة إلى أبناء السلطنة. سلام بو الأميرة، سلام عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي. تهانينا والناموس. قدم لنا الأميرة المركز الثاني الشاهينية عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. ثالثا شودة سلطان بن علي بالخصم الكتبي. المركز الرابع، هنا رابع المراكز، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، رذاذ سلطان بن علي بن محمد المنصوري. المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس. هناك مشاهدينا الكرام النشلة مبارك بن حمد بالعود العامري، وأول إذاعة للنشلة مع المركز الخامس. هكذا النتيجة. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني، وأثناء وصول الأميرة توقيتنا الزمني 9:25 وجزئين من الثانية. مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك الأميرة عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي، وسلام أبو الأميرة، سلام. 9:25 أربعة من الأجزاء اللي هي الشاهينية تعود الملكية. مشاهدي الكرام والتهنئة العامر بن محمد بن عبيد المزروعي. قدمت عرض اشكر عليه واشكر أبو عقر على هذا الإبداع. مع المركز الثاني الثالث شودة. 9 التوقيت الزمني. هنا مشاهدي الكرام 26 جزء 1 من الثاني هي المركز الثالث. شودة سلطان
بن علي بالخصم الكتبي. هكذا النتيجة، تهانينا والناموس لك يا أبو الأميرة على هذا الفوز في هذا الصباح.